نادي الزمالك دايما سؤالي في نادي الزمالك هو موسم رائع جدا الموسم الماضي، نص الموسم الماضي النص الثاني، وبدايه سيئه جدا حتى هذه اللحظه، هي بدايه سيئه جدا لنادي الزمالك في كل البطولات. ايه التباين ده وانت بتتكلم على نفس المدرب وغالبا او غالبيه اللاعبين بتوع الموسم؟ لا مش نفس المدرب. غير. اتغير طبعا. ازاي بقى؟ معرفش، بس ما اعرفش، بس مش هو نفس المدرب. مش نفس التركيز، مش نفس الاداء، مش نفس الحماس، مش نفس الروح. اللعيبه نفسها كمان لعيبه اداء فردي جدا، اداء فيه عشوائيه كتيره كمان. اختيارات التشكيل غلط، لعيبه غلط، مش كل مره يصلح التشكيل في الشوط الثاني، بيتاخر في التغيير، حاجات كلها عيوب كل الناس شايفاها يعني. يعني مش، وطبعا ده برضو يعني انا اتسالت، مش انا مش بقول الكلام ده بعد، واخد بالك؟ فاهم. مش بقوله بعد، فاهم اتسالت من بدري جدا. هو فيريرا لو يرجع للزمالك بعد ما مشوا ولا 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 ما يرجعش؟ انا اجابتي كانت ما يرجعش طبعا. وكانت اجابتي منطقيه جدا، ان انا ما بطلبش من حد حاجه انا ما بعملهاش. انا لو حد مشاني مش هرجع، الجمله واضحه. ولو رجعت ده معناه ان انا رجعت عشان حاجه غير الشغل؟ لا انا احد قال لي مع السلامه امشي، اقول له مع الف سلامه مش عايزك، انا كمان مش عايزك. ولو اتحايل عليا عشان ارجع مش هرجع. انا كده صح. تفسيري ان هو رجع بقى غلط. وكارتيرون لما مشي وساب الزمالك ورجع تاني، انا قلت ان هو غلط ان الزمالك كده يدخله النادي تاني. لانه انت ممكن تسيب مكانك عشان ظرف، عشان حاجه، يعني بتقدير من النادي بتاعك، لكن ما تنطش من المركب في وقت من الاوقات، حتى لو انت زعلان مع رئيس النادي، مع مدير النادي، مع مش عارف مين. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. انت عليك مهمه لازم تكملها. فكارتيرون لما ساب الزمالك في وقت خطر جدا، انا قلت لما الزمالك ما يرجعوش تاني. ما انا كده طول عمري يعني مش واضح. واضح. في ممكن تسيب مكانه وترجع له. ممكن، بس الاتفاق بظروف معينه. يعني طبعا بشكل معين. طيب.